صدفة غريبة كانت السبب في عثور فلاح سوري على كنز أثري لا يقدر بثمن في مكان غير متوقع، وتصرف مفاجئ من الحكومة. فما قصته؟ التقارير المحلية تحدثت عن أن أحد المزارعين السوريين كان يعمل كالمعتاد في أرضه الواقعة قرب العاصمة السورية، وتحديداً في وادي بردي التابع إدارياً لمنطقة الزبداني. وخلال عمل الفلاح السوري في أرضه اكتشف شيئاً غريباً بها بعد أن جرفت مياه المطر تربة الأرض، وعلى الفور ذهب الفلاح السوري ليتفحص الشيء الغريب ليحدث ما لم يكن يتخيله. فالفلاح السوري عثر على كنز في أرضه عبارة عن لوحة فسيفسائية باهظة الثمن، لكنها ثابتة في الأرض ولا يمكن تحريكها بسهولة بحسب رواية الأهالي في المنطقة، حيث قالوا إن المزارع عثر على اللوحة الفسيفسائية وبجانبها عدة صناديق مملوءة بكميات كبيرة من الذهب والمجوهرات التي لا تقدر قيمتها بأي ثمن. فترى كيف تصرف المزارع السوري؟ بحسب المصادر وتصريحات الأهالي، فإن مختار المنطقة وبعد علمه بأمر الكنز الذي عثر عليه المزارع قام بإبلاغ الجهات المعنية بالأمر، والتي قامت بدورها بتطويق المنطقة بالكامل والتستر على ما تم العثور عليه في أرض المزارع. وحرصت الجهات المعنية على التكتم على ذلك الأمر تماماً لما تم العثور عليه من محتويات الكنز، بعد أن قامت السلطات بإخراج ما تم العثور عليه في المنطقة بسرية تامة، حيث كانت محاولتهم لعدم لفت الانتباه ظاهرة مع عدم السماح لأي شخص أن يقترب من المكان. وبحسب تصريحات المصادر، فإن هناك شكوكا كثيرة أثيرت حول الأمر، خاصة بعد إرسال الجهات المعنية لعدد كبير من العربات والآليات والعناصر إلى المنطقة، ما يعني أن ما تم العثور عليه في المكان أكثر من مجرد لوحة فسيفسائية، حيث توقع الخبراء أن يكون المكان الذي عثر فيه الفلاح على الكنز كان مليئاً بالذهب والمجوهرات والمقتنيات الأثرية النادرة، وذلك لأن المنطقة التي تم العثور فيها على الكنز تعتبر موقعاً أثرياً، حيث تصنف على أنها جزء من مملكة أرام دمشق القديمة، وقد عاشت فيها الكثير من الحضارات الغابرة منذ زمن قديم، وسبق وعثر فيها على العديد من الكنوز والآثار في الفترة الماضية، حيث تعتبر المنطقة من المعالم والمواقع الأثرية المهمة في سوريا. وخلال السنوات الماضية شهدت سوريا الكثير من أعمال التنقيب، حيث من غير المعروف كمية الكنوز والآثار والدفائن والمقتنيات الأثرية النادرة التي تمكن الباحثون من العثور عليها في المنطقة.